السلام عليكم يا أخوة. بعد الانقطاع طويل هذا المفروض على الحراك لظروف الكل يعرفها، وبعد هذه العودة الرائعة مع مسيرة 22 فبراير الماضي والجمعة الماضي، ويعني رغم الكذب البروباغندا الخبيثة والحقيرة، الادعاء ان مطالب الحراك لبتها السلطة، والادعاء ان هذا الحراك انتهى، والعمل على شيطنة الحراك واتهامه بالعمالة لأطراف خارجية، ورغم كل هذا العمل الخبيث هذا، وحنا ما عندناش وسائل، يعني عندهم هم القنوات تاعهم وعندهم كلش، إلا أن الإجابة جاتهم يوم 22 فبراير الماضي والجمعة الماضي، يعني أن المسألة ما زالها قائمة والشعب هذا ما هوش راقد. وهنا كان من المفروض أن الناس بصفة عامة والطبقة يعني اللي تحس بروحها يعني فوق الجميع، كان من المفروض وخاصة الذين يدعون أنهم مساندون للحراك وهم جزء من الحراك، كان من المفروض أنهم يغتنموا الفرصة هذه، هذا الزخم، هذا العرس، هذا الدرس هذا اللي أعطاه الحراك يوم 22 والجمعة الماضي، كان من المفروض انهم يقوموا بقراءات موضوعيه. احنا ما نطلبوهمش حتى الحياديين منهم، ولو اننا يعني نعتبر ان الحياد في الايام هذه يعني ماوش موقف مشرف، يعني احنا نطلبوا منهم وكنا نسناو منهم كل موضوعيه يساندوا هذه المطالب الشرعيه وهذا الحراك المبارك. احنا ما نطلبوهمش منهم باش يكذبوا ولا باش يمارسوا عملهم اللي ننتظروا منهم باش يضغطوا على هذه السلطة، وبتحليلاتهم الأكاديمية الموضوعية السياسية النضالية، باش هذه السلطة هذه تستجيب تعود لرشدها، تدارك خطورة الوضع قبل فوات الأوان. هذا ما كنا ننتظر من هذه الفئة هذه. وانا علاش درت هذا الفيديو بعد الغياب الطويل؟ على خاطرش نلاحظ بان هذا الانتصار الرائع للحراك، الانجاز العظيم تاع الخراجات الماضيه، هناك يعني عمليه لمحاوله تغيير، تحويل انتصار الحراك الى هزيمه. البعض اصبح يتهم الحراك على انه يعني بطريقه يعني خبيثه أصبح خاطر على الجزائر ويريد إسقاط الدولة، فخرج علينا هذا. وسأبتدئ من حيث بدأ بالتكلم والحديث عن هندسة العقل، وهذه الفكرة خديتها من عند واحد الأخ الفاضل وعجبتني وأرى أنها في محلها. هندسة العقل هذا التي تكلم عليها وتجزئة الفكرة حتى تصل إلى فرض الفكرة المتطرفة، وهنا يتهم كاريمون للحراك، ما كاش يعني تأويلات، وأنا ما عنديش شرعية ثورية ولا أكاديمية ولا الكل قابل للنقد، ولكن علينا احنا نعطوا القراءات الموضوعية تاعنا باش ما تقولوش راكو تخونوا في هذا وهذاك، على خاطرش احنا اللي عشنا فترة تبالك الثمانينيات والتسعينيات نعرفوا المعارضين الكبار كيف بدأوا وأين انتهوا. بوكروح، لويزا حنون، كثير، خالدة تومي، سعيد سعدي، حتى انتهوا في أحضان النظام يدافعون على كل خياراتهم، ولا زالوا مقري بن قرينا وهذه النوعية هذوما. إذن احنا كنا ننتظر أن هذه الطبقة هذه الأكاديمية تلعب دورها، ليس يعني خدمة للحراك، ما نسحقوش حنا يخدموا الحراك، خدمة للجزائر نظرا لخطورة الوضع. خرجوا بهذه الخرجة هذه، وهذه الخرجة هذه تدخل في النقطة هذه اللي يتكلم عليها تاع هندسة العقل، وهو يدخل في هذا المخطط، على خاطرش هذه مسألة تخوين الحراك وتشيطينه وتخوينه وانتهاء إلى اتهامه ب أنه يريد إسقاط الدولة. هذه بدأت من بكري، بدأت من الأول،
بدأت مع التسويف والتخوين وشير ذيمة وبشوية بشوية 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 وهو يدخل في هذا المخطط. كنا نظن أن هذا الضرب التاريخي وهذا المخاض الثوري يستثمر والخيرين من هذا الوطن يشاركوا بقراءات أكاديمية باش يضغطوا على هذا النظام هذا، يا اللي راه ما تغيرش في ممارساته شيء هكذا، ويديروا قراءات موضوعية باش يقدموها للنظام، يقولوا يا نظام يعني هاي الخطورة الوضع. أما يعني شغل كما يقولوا عجوزة حكم تسارق والالتفاف الالتفات إلى يعني شعارات قدام الهيه وأصبحت أزمة في الحراك، الحراك ما هوش في أزمة كما قال أحدهم هذا كذلك. وهنا كان علاش من الاسباب التي جعلتني ندير الفيديو، على خاطر لاحظت انه شغل كاين شغل ان ترافاي هكذا اون جروب اون موت هكذا كي سي كي ترافاي اون جروب دون لانتونسيون دو 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 ترانسفورمي هاد لا فيكتوار دو حراك هذايا اون ديفات او ليو دو فريكتيفي هاد المسيرات الاخيره التي كانت رائعه واستعرفها يعني العالم باسره بمثاليه الحراك هذايا القاسي والداني والعدو قبل الصديق. يجي واحد هكذا يدير قراءه انطلاقه من سماع شعار استنتج اكاديميين ان هناك مخطط من وراء البحار لاسقاط الدوله، وهذا ما عنده حتى مرتكز اكاديمي للذين يقولون انه اعطى رايه وكذا، هو لم يعطي رايه، هو اتهم اتهام خطير وخبيث ضد الحراك، ولو انه يعني قصد اطراف فيه. ونحن نعرفوا هذه السبساطة وهذا الكلام هذا، شفتوا هذا النوع الخطير من الأكاديميين الذين يعني يلبسون الكوستيم الأكاديمي، هما أخطر الناس على خاطر شي يجيك بالصفة يعني السبساطائية ويستعمل بعض الكلمات وبعض الكلام الموزون هكذا اللي يجوز رسالة تاع الجماعة. كان من المفروض أن هذا الانتصار العظيم تاع 22 الماضي والجمعة الماضية أنه يستثمر، قال هاو ليك هاو العودة هاو عاد بسلمية هاو ما كسرش هاو كذا هاو كذا، يا نظام اسمع ولي لرشدك، هاو الشعب يمدلك يدو تصالح مع شعبك. هذه هي الرسائل التي كنا نحب، ماشي انت تخرج لي واحد يتكلمك على اتهامات خطيرة وباطلة ودنيئة وحقيرة على أساس أن الحراك يريد إسقاط الدولة، والآخر قال لك الحراك راح في أزمة، من قال لك أن النظام هو الذي يوجد في أزمة؟ فهمت؟ والاخر قال لك لازم تهذبوا ولا شو الكيلي رانا ما على باليش انا ناكلوا في حوايجنا، ولا من المفروض ان اللي يحصروا معني بهاد خطوره الوضع، وحنا رانا عايشين في 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 احداث تاريخيه منذ عامين باش ما تمسخروش، حنا ماهيش امر يعني من المفروض ان المثقف الاكاديمي وهذه كيف هاد الامور، ماشي عجوزه حكمه سارق وكلام خطير، هذا ماشي يعني وجهه نظر، فهمت؟ دونك حنا ماهيش مسألة تخوين، حنا كل شخص عنده الحق يقول واش يقول، وحنا لنا الحق أن نرد ونعطي لي زارغيومون تاعنا، ومن بعد كل واحد يحكم. بصح أنا واحد ما يتربى بمكان حتى أكاديمي يعني شغل عنده صفة ولا ما توشاش، يا خويا يغلط يحاسب على واش قال، والناس عندها الحق باش تنتقد واش قال، خاصة عندما يكون كلام خطير يطعن في الحراك وفي في 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 جمال الحراك وفي عدالة قضية الحراك. عامين اضطهاد استبداد قمع ما نقص والو، ما 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 شاهدنا حتى يعني أمر جديد، وسائل نفسها أشخاص نفسها سلوكات نفسها، ويجي واحد على سلوك هكذا يستنتج. ثم أن هذا باش تعرفوا كذلك علاش جيت في هذا الآخر، باش نذكركم أن المأساة التسعينيات بدأت هكذا، بدأت من هذا المجتمع المدني وطبقة ليزانتيليكتويال وكذا الذين بدأوا يتكلمون عن خطر ضايع الدولة وهذيك، وخرجوا بقصة إنقاذ الجزائر. دونك بدأت هكذا، وأنا أشم أن الأمر يعني يتشابه، هاد الناس اللي خرجوا بطريقه يعني شغل
موزونه يعني في وقت واحد باش يتكلموا على ازمه الحراك والحراك الحراك وخطوره الحراك. دوك الحراك هو اللي ولا المشكل، هكذا الحراك هو اللي ولا المشكل ماشي المنظومه الفاسده. دونك هادشي هذا نعرفوه، واحد ما يهفنا يعني، واحد ما عنده سلطه يعني نضاليه ولا شرعيه نضاليه فيسبوكيه ولا اكاديميه ولا، ولكن الامر خطير وحنا رانا في طورة. وقد ما يكون عندك مستوى يعني كبير لازم تحمل مسؤوليه واش تقول، وعندما الشيء اللي تقوله يكون مشبوه هو خطير احنا من حقنا نرد، واللي ما عجبوش الحال يمحي الصداقات ولا قال هذا يا متعصب ولا، احنا ما نخونوا حتى واحد. دونك هذا الشيء هذا العيب وعار ان المفروض ان الانتصار هذا يستثمر بوغ فيغ افونسي لي كوز جوست ليجيتيم تاع الحراك هكذا. وعلى الاكاديميين انهم هما بلغتهم يقدموا هذا الشيء هذا للسلطه، قال يا سلطه خزي شيطان، يا سلطه ولي لرشدك، يا سلطه هذا هو ماذا ننطق هكذا. حتى انه يعني لو كان يحب يكون محايد يا سيدي معليش يا سيدي، حنا نطلبوا منه الموضوعيه، ولكن انه يكذب هكذا ويتهم الحراك ثم يقول لك وجهه نظر ويقول لك طاحوا عليه، ولا واحد ما طاح عليه ما والو، يتحمل مسؤوليه ما قال. ولا قدر الله اذا راحت الامور الى يعني الاحتجاج النظام هذا بما يقول هذا وبهذا المخاخ هذوما اللي يبرر سياسات قمعيه، فسيتحمل مسؤوليه ما قال امام التاريخ. هذا واش حبيت نقول، وان شاء الله حنا في الحراك بالوعي الجماعي وبالذكاء الجماعي يا خويا نستمر في هذا النصر هذايا وهذا الرساله الجميله اللي عطاها الجميع يوم 22 والجمعه، وان شاء الله ربي ان شاء الله ينصرنا على اعداء الخارج وخبثاء الداخل وهذا العملاء هذوما تاعهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.